احنا مؤمنين بالله، بالأديان، بالتوراة والإنجيل والقرآن. هنصدق مين؟ ربنا ولا هنصدق جنون الصبيان؟ ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. النصر للمعمرين وليس للمفسدين. الإنسان بنيان الرب، ملعون من هدمه. قتل إنسان واحد بغير حق يساوي قتل البشرية أجمع. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إن الذي يسهل عليه أن يقضي على روح الله خلقها نفخ فيها من روحه هو إنسان فقد إنسانيته. كل إنسان شهيد هو شاهد لإيمانه، وكل شهيد هو يعبر عن شهادته في الإيمان. اللهم تقبل شهداءنا في المتقين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والصالحين، ونور قبورهم وأبدلهم حياة خيرا من حياتهم ودارا خيرا من دارهم. لولا الشهداء عبر الزمان وعبر التاريخ وعبر القرون ما كان الإيمان يصل إلينا نقيا إلى هذا اليوم وإلى الأبد. يا رب، أسر شهدائك الذين انتقلوا إليك أعطهم الصبر والتعزية، واملأهم بالسلام الكامل، وامنحهم الإيمان والرجاء، وهب لهم المعونة والقوة، واسكب في قلوبهم فرحا ونعيما، ولتكن أنت يا رب نصيبهم وسندهم في هذه الحياة وإلى الأبد. آمين.